أهلا بحضراتكم في المحاضرة الأولى من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتباري. نطاق فرضيات الضريبة موجودة بالكتاب صفحة 269، كسر الضريبة على الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والأشخاص الاعتبارية غير المقيمة في مصر، ويقصد بالشخص الاعتباري الشركات بأنواعها المختلفة. الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للضريبة، وتتمثل في الشركات بأنواعها: شركات الأموال، شركات الأشخاص، شركات الواقع، الجمعيات التعاونية واتحاداتها، الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية، وحدات الإدارة المحلية. الأشخاص الاعتبارية المعفاة من الضريبة: الوزارات والمصالح الحكومية، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الجهات التي لا تهدف إلى الربح، صناديق التأمين الخاصة، المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها، صناديق الاستثمار، عوائد الأوراق المالية وشهادات إيداع البنك المركزي. الفترة الضريبية وهي السنة المالية، وقد تكون سنة ميلادية كاملة تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، ويجوز أن تكون سنة متداخلة بين سنتين ميلاديتين وفقا لمقتضيات النشاط الذي يمارسه الشخص الاعتباري، بمعنى أن تبدأ السنة مثلا في 1/5 من أحد السنوات وتنتهي في 30/4 في السنة التالية له. الدخل الخاضع للضريبة صفحة 278. ينقسم الدخل الخاضع إلى الضريبة إلى إيرادات النشاط الجاري، الإيرادات غير المرتبطة بالنشاط، الإيرادات الأخرى، الأرباح المحققة خارج مصر مع خصم الضريبة الأجنبية المسددة في الخارج، ونفس الإيرادات والتكاليف التي سبق دراستها بالنسبة للمنشآت الفردية تسري بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، مع وجود بعض الفوارق التي سيتم إيضاحها فيما بعد. معدلات الضريبة صفحة 280. يسري المعدل العام للضريبة 22.5% من صافي الأرباح الكلية الخاضعة للضريبة، ولكن توجد بعض المعدلات الخاصة لبعض الجهات، ومنها: 1. تخضع أرباح قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزي للضريبة بسعر 40%. 2. تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجها للضريبة بسعر 40.55%. 3. تخضع أرباح باقي الشركات بخلاف المذكورة في 1 و 2 أيا كان النشاط الخاص بها، سواء تجارية أو خدمية أو زراعية أو صناعية، بسعر المعدل العام 22.5%. إجابة مثال 1-1 صفحة 281، وإحنا هنا هنرتبط ببعض الأمثلة زي ما قلنا قبل كده، وأشرنا إلى أن الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية نفس المعالجة بتاعة المنشآت الفردية في النشاط التجاري والصناعي، علشان كده إحنا مش هنكرر البنود وهناخد بعض الأمثلة اللي فيها اختلافات فقط. نحل مع بعض مثال 1-1 صفحة 281. المثال بيتكلم عن أرباح شخص اعتباري مقيم في مصر، شركة مقيمة في مصر يعني، ابتدى يديني الأرباح بتاعته: أرباح نشاط جاري، أرباح رأس مالية، إيرادات عقارات، عوائد ودائع، إجمالي أرباح تحققت في الخارج من الدولة تين والدولة صاد. هنبتدي نجمع له الربح بتاعه الخاضع للضريبة، كل البنود اللي قالها أهوت: 1. أرباح النشاط الجاري 50,000، 2. أرباح رأس مالية 30,000، 3. إيرادات عن عقارات مملوكة 25,000، 4. عوائد ودائع البنوك 10,000، 5. أرباح تحققت بالخارج. بالنسبة للدولة تين اداني إجمالي الأرباح بتاعتها 60,000 جنيه. بالنسبة للدولة صاد اداني صافي الأرباح، فأنا لازم أرجع الصافي دوت للإجمالي مرة تانية. كان معدل الضريبة في الدولة صاد 30%، معنى كده إن الصافي ده يمثل 70%، فأنا هاخد 70,000 على 70% أو أضرب في 100 على 70، يديني الإجمالي مرة تانية، أدي صافي الربح الخاضع للضريبة إجماليه 275,000 جنيه. تعالوا نحسب مع بعض الضريبة واجبة السداد. أنا طلع لي دلوقتي إن الوعاء بتاعي 275,000 جنيه، في معدل الضريبة 22.5%، طلع لي الضريبة المستحقة ب 61,875 جنيه.
هنبتدي نطبق عليه نفس القواعد بتاعه النشاط التجاري والصناعي اللي خدناها قبل كده، مع مراعاه ان احنا ما عندناش هنا هو خصم ضريبي بالنسبه للشركات. هنخصم الضريبه الاجنبيه اول حاجه بالنسبه للدوله فين. الضريبه اللي سددتها عباره عن 60,000 جنيه في 20% اللي هو معدل الضريبه بتاعها زي ما ذكر في التمرين، يعني 12,000 جنيه. الحد الاقصى هو الضريبه بتاعتنا اللي هي 61,875 في المبلغ اللي اتحقق في الدوله فين 60,000 على اجمالي الوعاء 275,000 يطلع ل 13,500، ايهما اقل؟ خدنا ال 12,000. بالنسبه للدوله صاد نفس الكلام، المسدد كان 100,000، معدل الضريبه 30% يعني 30,000 جنيه. الحد الاقصى 61,875 في 100,000 اللي هو الدخل اللي اتحقق في الدوله صاد على 275,000 اللي هو اجمالي الوعاء، دي 22,500. خدنا الاقل ما بينهم اللي هو 22,500. كمان كان في دوله عين حققنا خسائر فيها، واحنا اتفقنا مع بعض في الاطار العام للضريبه في البدايه اول محاضره اخذناها ان الدوله اللي بتحقق خسائر في الخارج لا تخصم الخسائر ديت عندنا في الدوله بتاعتنا. طلعنا فوق الضريبه المستحقه ب 27,375، شلنا منها الضريبه اللي اتسددت تحت الحساب، هو كان قايل لي ان هي ب 4,500 جنيه، طلع لي فوق الربح الخاضع للضريبه 22,875 جنيه.